السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد الخولي، أنا عايش في أمريكا الجنوبية من Learn English with Holly، وحلقة جديدة من سلسلة حلقات الـ Conversation Course، سلسلة حلقات المحادثة، إزاي تتكلم English مع بعض. في حاجة مهمة جدا نسيت أقولها لكم إمبارح في فيديو إمبارح، إني فيديو إمبارح وفيديو النهاردة وفيديو بكرة وبعده كمان هيكونوا القصة هتكون عبارة عن معلومات بالإنجليش، معلومات حقيقية، معلومات، فبالتالي هنستخدم المعلومات دي في طريق النجاح بطريق بتاعنا الإنجليش، وكمان بنستخدمها كقصة إن إحنا نتكلم بيها. والنهاردة مع حلقة جديدة ومعلومة جديدة عن الإنجليش وقصة جديدة، ويلا بينا نبدأ. ودلوقتي هحتاج منك انك تسمع القصة مرتين بالنطق الصحيح. Unfortunately, many people study English for more than one year, but they still don't speak it. People find English difficult because they study with bad teachers. The bad teachers always ask students to only study grammar and not to make any mistakes. They always ask students to avoid mistakes in English. That's stupid. ودلوقتي اسمع القصة للمرة الثانية. Unfortunately, many people study English for more than one year, but they still don't speak it. People find English difficult because they study with bad teachers. The bad teachers always ask students to only study grammar and not to make any mistakes. They always ask students to avoid mistakes in English. That's stupid. طيب، بناء على طلب حبايبنا هنحاول ان احنا نترجم القصة، نقول معناها بسرعة ان بنقول لسوء الحظ ناس كتيرة بتتعلم انجليزي لمدة تصل اكتر من سنة ومع ذلك ما بيتكلموش انجلش كويس. ان في ناس كتيرة كمان بتشوف ان الانجليزي صعب، ده مش بسبب ان الانجليزي صعب، ده بسبب ان هما بيتعلموا مع bad teachers، مع مدرسين سيئين او غير مؤهلين ان هما يعلموا اللغة الانجليزية، وان المدرسين السيئين دول دايما بيدرسوا الانجليزي عن طريق الجرامر، قواعد قواعد قواعد، وكمان ان هم بيسالوا الطلبه ان ما يعملوش اخطاء، اوعى تخطا، انت اخطات، غلط غلط غلط، بيخوفوا الناس ان هم يعملوا اخطاء، وده طبعا غلط تماما. وان في القصه كمان بتقول ان bad teachers always ask students to avoid mistakes، يعني ان المدرسين السيئين دول، المدرسين الوحشين، ان هم دايما بيطلبوا من الطلبه ان هم دايما يكونوا مظبوطين، دايما يتكلموا انجلش صحيح 100%، وطبعا دوت بيودي في داهيه، بالمصري كده بيودي بي بيوديك في قطر، بيلبسك في قطر، ان انت ما تعملش اخطاء. مين ما بيعملش اخطاء؟ انا بعمل مليون خطا واحنا بنتكلم انجلش، ولا يهمني، اهم حاجه انت فاهمني. فطبعا لما في مدرس يقول لك انت بتغلط كتير، غلط 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 غلط، تعرف ان هو في البطيخ غلط، تعمل اخطاء زي ما تعمل، اهم حاجه، يعني اهم حاجه في تعلم الانجليش ان انت تعرف تعمل اخطاء، واخطاء كتيره كمان، مفيش اي مشكله، تتعلم من اخطائك. يبقى في القصه بتقول bad teachers always ask students to avoid mistakes، يعني هما بيسالوا دايما الطلبه بتوعهم ان ما يعملوش اخطاء، avoid، يتجنب الاخطاء. طبعا انا بقول في القصه that's stupid، يعني ده غبي او ده يعني مش صحيح. ده كده ترجمة القصة. يلا بينا ناخد الكلمات بتاعت القصة. Unfortunately، يعني لسوء الحظ أو لسوء التوفيق. عيد ورايا. Unfortunately، Unfortunately يعني لسوء الحظ. دي كلمة حلوة جدا ممكن تستخدمها في بداية أي كلام مع أي شخص. مثلا ممكن تقول له لسوء الحظ أنا سقطت في الامتحان مثلا، هتقول Unfortunately لا بلا 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 بلا. Unfortunately يعني لسوء الحظ، دايما بنستخدمها في بداية الكلام.
الكلمة الثانية اللي بعد كده معانا هي more than. more than يعني أكثر من. مثلا عاوز تقول أكثر من سنة هتقول more than one year، أكثر من. بعد كده معانا still. still عيد ورايا still، اللام هنا مفخمة still يعني لا يزال. عاوز تقول إن هو لا يزال يتحدث الإنجليزية هتقول he still doesn't speak English. still يعني لا يزال. difficult. difficult هي عكس easy، سهل easy. difficult صعب، يبقى difficult. difficult. only. only يعني فقط. only. mistakes. mistakes يعني أخطاء. طبعا هي مفردها mistake بدون s. mistake. وآخر كلمة معانا النهاردة هي فعل بمعنى يتجنب، تتجنب شيء، هي avoid. avoid يتجنب. avoid. مثلا احنا بنقول في القصة ان المدرسين السيئين دول دايما بيسألوا الطلبة ان هم avoid mistakes، يتجنبوا الأخطاء. طبعا ده مش صحيح، لازم تعمل أخطاء، اغلط، اكتب في الكومنتس واغلط وانا هصحح لك. هتتعلم انجلش بالطريقة دي، يبقى ما ينفعش avoid mistakes، ما ينفعش تتجنب الأخطاء. وبعد ما تعلمنا الكلمات محتاج منك توقف الفيديو كالعادة، وقفه لمدة 10 ثواني 20 ثانية، تحاول تقرأ القصة شاشة وتحاول تقرأها بالنطق الصحيح. تحاول تقول unfortunately، تحاول تقول more than، تحاول تنطقها بالنطق الصحيح، بس اقرأها من على الشاشة. ودلوقتي مع النقطة الرابعة هنتكلم English، مش هنتكلم أي عربي. بسم الله يلا نبدأ نحاول نجاوب على كل الأسئلة بتاعة القصة، وانت تحاول تجاوب معايا وتتكلم English وتتناقش بالإنجليش. يلا بينا. Unfortunately, many people study English for more than one year, but they still don't speak it. Okay, so do people study English for more than one year? Yes, people study English for more than one year. More than one year. Okay, do people study Spanish for more than one year? No, people don't study Spanish for more than one year. People study English for more than one year. Okay, do people study Italian for more than one year? Go بطريقة كاملة. No, people don't study Italian for more than one year. What language do people study? English. People study English for more than one year. Okay. Do people study English for more than 2 years? No, people don't study English for more than 2 years. People study English for more than 1 year. Exactly. Do people study English for more than 5 years? No, people don't study English for more than 5 years. People study English for more than 1 year. Okay. Who study English for more than 1 year? People. Exactly. People study English for more than 1 year, but they still don't speak it. They don't speak English. Do people speak English after 1 year of study? Do people speak English? No, they don't speak English for more than 1 year. Okay. So, people find English difficult because they study with bad teachers. So, why? Why do people find English difficult? Why? Joe, answer me.
Yes, exactly. People find English difficult because they study with bad teachers. Okay. Do people study with good teachers or bad teachers? Exactly. People, unfortunately, people study with bad teachers. That's why they don't speak English and they find English difficult. Exactly. Do people find English easy or difficult? People find it difficult. Yes, unfortunately, people find English difficult. What do people find difficult? English. People find English difficult. Okay, who finds English difficult? Who? Very good. People. People find English difficult. Exactly. So why? Why? لماذا? Why do people find English difficult? Why? Yes. Yes, exactly. So people find it difficult because they study with bad teachers. Yes, they study with bad teachers. Okay, do they study with bad doctors? No, they don't study with bad doctors. Okay, what do they study? Sorry, who do they study with? Who do they study with? Study with who? Excellent! They study with bad teachers. That's why they don't speak English yet. And they find English difficult. Okay. So the bad teachers always teach students grammar. Only grammar. Grammar, 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 grammar. قواعد, قواعد, قواعد. They teach English through grammar. Only grammar. So, are they good or bad teachers? Exactly, they are bad. They are bad teachers. They are bad teachers because they teach only grammar. Only grammar, قواعد. So, do they teach speaking? No, they don't. Do they teach listening? No, they don't. Do they teach conversations? Conversations? No, they don't. Do they teach vocabulary? No, they don't. What do they teach? What? Exactly. They teach only grammar, only grammar, grammar. المضارع البسيط, المضارع التام, الماضي المستمر. So they only teach grammar, which is bad, which is bad, very bad. Yes. So what do they teach? What? They teach grammar. Who? Who teaches grammar or who teach grammar? Bad teachers. So, are they bad or are they good? Exactly. They are bad. They are bad teachers because they only teach grammar. Okay. They always ask students not to make mistakes. Don't make mistakes! You, yesterday, you made 5 mistakes. That's bad. No, no, no. They always like this. They always ask students not to make mistakes. Mistakes, zero, 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 zero. So, is this good or bad? Exactly. This is bad. You should make mistakes. No problem. Make mistakes. No problem. Try and try. So, no problem.
There is no problem in making mistakes. So, is there any problems in is there any problem in making mistakes? No. There isn't any problem in making mistakes. So, can you make mistakes? Enti, can you make mistakes? Yes, please make mistakes. Please make mistakes. I'm so proud of your mistakes. Excellent. So, can you make mistakes while learning English? Answer me. Yes. You can make mistakes while learning English. So, okay. Do bad teachers allow students to make mistakes? No, they don't allow students to make mistakes. Bad teachers don't allow students to make mistakes. Yes. So, do bad teachers teach grammar or pronunciation? Bad teachers teach grammar, only grammar. Okay. Also, bad teachers always ask students to avoid mistakes. So, avoid mistakes. So, who asks students to avoid mistakes? Who? Bad teachers. So, bad teachers or good teachers? Exactly, bad teachers always ask students to avoid mistakes. That's they never ask them to make mistakes. They always ask them to avoid mistakes. Don't make mistakes. So, that's good or bad? That's bad. Actually, that's stupid. So, making mistakes is something good or something bad? Exactly. Making mistakes is something good. ما شاء الله مية مية احنا كده خلصنا القصة كانت صعبة شوية النهاردة اتعلمنا منها الكلمات وتعلمنا كمان المناقشة لو انت يعني تهت معايا في المحادثة عيد المحادثة تاني اتفرج عليها مرة تانية ما عندكش اي مشكلة مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة لغاية لما تحس بثقة ان انت تجاوب كل الاسئلة معايا وتحاول تمارس خليك فاكر ان الهدف من البروجرام دوت او الكورس دوت ان انت تتكلم معايا انجلش لو انت مش بتتكلم دلوقتي حاول تعيد الفيديو تاني وتتكلم لو ما قدرتش تتكلم عيده مرة تالتة واتكلم مرة رابعة واتكلم حاول تعيد الفيديو ودلوقتي مع النقطة الخامسة هتحاول تقول القصة بطريقتك انت تحاول تكتبها في كومنت وانا هصححها لك وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة و see you next time bye bye